إذا لمناقشة إعلان ميليشيا حزب الله في العراق وقف هجماتها الصاروخية على المصالح الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أستاذ حسين، مرحبا بكم. ميليشيا حزب الله في العراق تعلن الآن وقف هجماتها الصاروخية على المصالح أو على الأهداف الأمريكية، وذلك بسبب تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد، لكن هنا في أي إطار يمكن أن نضع هذا الإعلان، وأين ذهبت شعارات الثأر لمقتل سليماني والمهندس؟ يعني أنت يعني جنابك تعرف الميليشيات في العراق أو ما يسمى بالفصائل الإسلامية في العراق، نعم، هي ليست أكثر من مشروع للدفاع عن النظام في إيران أو عن ما يطلق عليه بمحور المقاومة في بغداد، نعم، وليس لديها مشروع خاص يتعلق في العراق كبلد، هي مشروعها أن تدافع عن الجانب الإيراني. طيب، اليوم الإيراني والأمريكي في حالة من شد الحبل ما قبل الانتخابات الأمريكية. الإيراني يحاول أن يجدد لترامب، يعني الإيراني راغب في أن يعود ترامب للبيت الأبيض، لأنه كل ضغوط ترامب على إيران يعني ستدفع الإيرانيين إلى مزيد من التماسك. الإيرانيين ليسوا بحاجة للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين يروا أنه المجابهة مع أمريكا ستشد الجبهة الداخلية، والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيفسخ الجبهة الداخلية في إيران، فهم أميل إلى شد الحبل الآن. في العراق يعني إيران تريد فوز ترامب كي تعضد من الجبهة الداخلية لبلدها، وهذا المشروع الإيراني مواجهة الاستكبار على مدار 40 عاما. نعم. والحديث عن الاستكبار والشيطان الأكبر، بنى نظام سياسي في إيران له أتباع ومريدين قائم على هذه الفكرة. اليوم أي تفاهم إيراني أمريكي دون أن تكون إيران رابح بشكل أساسي، وهذا غير ممكن، سيضعف من تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية، وسيفقدهم مبررات الحشد داخل. فأنا أعتقد الإيرانيين ميالين للمجابهة. في العراق لا أعتقد أنه الأمريكي راغب في مجابهة أو مواجهات عسكرية في هذا الظرف، من هنا للانتخابات الأمريكية على الأقل. أمريكا لن تقوم بأي عمل لأنها غير ضامن النتائج، يعني مهما فعلت أمريكا في العراق، العراق جلده يعني مدبق. نعم. وبالتالي أي خطأ في الحسابات الأمريكية في العراق قد يطيح بترامب. فأنا لا أرى، لا أعتقد أنه الأمريكان ذاهبين إلى التهدئة مع الإيراني، وهذا يعكس نفسه على الساحة العراقية. أستاذ حسين، في حال فوز ترامب يعني الرئاسة للمرة الثانية في الولايات المتحدة، ألا نتصور أو ربما ننتظر مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية؟ يعني هي المجابهة مستمرة منذ اجتياح العراق، يعني الشد، يعني الجذب والشد وتبادل المصالح والمنافع والاشتباك في العراق قائم منذ فترة، لكنه لا يصل إلى مرحلة الاشتباك الشامل. لا أمريكا تريد الاشتباك الشامل مع الإيرانيين، ولا الإيرانيين يريدون الاشتباك الشامل. كل طرف يحاول أن يحقق ما يريد بالنقاط، طيب، وليس بالمجابهة الشاملة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد مجابهة مع إيران، لأن إيران عنصر عدم استقرار في المنطقة بالنسبة لحسابات الولايات المتحدة، وعدم الاستقرار في المنطقة هو مصلحة أمريكية. أستاذ حسين، خطوة ميليشيا حزب الله بأن توقف هجماتها الصاروخية على الأهداف الأمريكية، هل يمكن اعتبارها هزيمة طهران داخل الساحة العراقية؟ يعني أنا لست ميالا إلى هذا التفسير، لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني إعلانهم بهذا الاتجاه بالأمس القريب كانوا يتحدثوا عن إخراج القوات الأمريكية، يعني لا نعلم ماذا يدور في الغرف المغلقة وفي الاتصالات السرية بين هذه الأطراف. طيب. وبالتالي قد تكون هناك فرصة من الإيراني يمنحها للأمريكي لمزيد من يعني
دعم الانتخابات الأمريكية أو دعم الرئيس ترامب في الانتخابات الأمريكية. طيب ترامب نعم في بس ترامب في عودة ترامب نعم ستضفي على المشهد السياسي الدولي مزيد من الفوضى، والإيرانيين مستفيدين من الفوضى. اليوم الولايات المتحدة وأوروبا في حالة يعني عدم توافق حول إيران وحول ملفات عديدة. ترامب يفقد حلفاء وحليفا تلو حليف، ويفتح يعني عداوات دون أن يستطيع أن يقفل ملفا واحدا. خروج ترامب من البيت الأبيض وعودة الديمقراطيين أنا بتقديري بشكل خطر أكبر لسه على إيران. من عمان الكاتب والباحث السياسي أحسين العليان، شكرا جزيلا لكم.